يا إلهنا الصالح، بمجدك يا ربي وبعظمك يا أبويا السماوي. قلوبنا يا ربي مشحون يا ربي وموجوع بحاجات كثيرة يا ربي، بكلمات كثيرة، بس يا ربي أبدا ما بنشكك يا ربي ولا لحظة يا ربي في صلاحك يا ربي، في أمانتك يا أبويا السماوي. بصلي من أجل يا ربي أخواني في الخرطوم حاليا، كل واحد يا ربي شايل هم اليوم الجديد، كل واحد شايل يا ربي هم الأكل والشراب يا سيد الرب، كل واحد خايف إن هو يطلع من بيته وسمع إنه أخوه اللي جنبه اتضرب، كل واحد ما عارف يصل السوق كيف عشان يجيب حاجة لناس بيته. يا رب بصلي يا ربي أجل سلام يا ربي لكل شخص يا ربي موجود حاليا في الخرطوم، وموجود حاليا يا ربي في غرب السودان، في كل مناطق يا ربي فيها اشتباك يا سيد الرب. يا رب إنك تسدد يا ربي كل احتياج، بالأخص يا ربي في الأكل والشراب، يا رب تسدد كل احتياج يا ربي في العلاج يا سيد الرب. كل واحد يا ربي خلاص دواه انتهى أو أي حاجة يا ربي انتهت يا ربي في البيت، تقدر يا ربي تسدد كل احتياج يا سيد الرب. يا ربي احنا واثقين يا ربي إنك أنت قادر تبارك يا ربي في البسيط الموجود يا ربي في كل بيت. كل شخص يا ربي انقطع، كل شخص يا ربي ما لاقي قروش، ما لاقي ولا حاجة بسيطة يقدر يصرف بها نفسه، يا ربي أنت قادر يا ربي إنك أنت ترسل المعونة من عندك أنت يا سيد الرب. أنت بتقدر لأنك أنت الإله القادر على كل شيء، من اللا شيء بتقدر تصنع يا ربي أشياء كثيرة شديد جدا. واثقين يا ربي في أمانتك يا ربي، في رعايتك يا ربي لكل الشعب الموجود يا ربي حاليا في السودان. نعطيك يا ربي كل المجد وكل الكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.